بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. داود يالكو سدواده وركه تلفزيونك قاره الصومالي ودين هيو مدحوينها جمهوريه فدرالك الصوماليه مدن حسن شيخ محمود ايا مانتا دغخ دغاي خرونتي مامولك غوبلك بنادر لو يقان فيش غوبرنو مغالده مقدشو تاس او لدون يو ان دو ديس لو سميهو انا دنكه كلمه مدحوينها جمهوريه فدرالك الصوماليه او باقي شعبك الصوماليه اي كنول دلك غودي سي دبديسا ان اي كقيب قاتان ديبوليسكا حرمها هدبتا قود ديتور عثمان محمد محمود دفلي وكم إذا مدن ياشا بارلمان كجمهورية دا فدرالكا سوماليا يا دالكا ديبو صلابتي كدي مركي دالكا تلياني غال وسو قدون سيي أبا المارين وكومتاي سي إساقوا دالكا سوماليا كهول غالي يي وحي كدن بي مركي إبرو برتاي دولودي دحي سوماليا كون سغال بقل سغاشن يكو دي وحانا قرون كديارة داها المقالة دا مقدشو كسو دو يي مسولين كترسان دولودا سوماليا يا قيبها كلا دوان إبرو شدا وزير كاريما دبدا حكومة دا صوماليا يا مانتا كأم ببحي مقالة دا مقدشو يساقو كوسي جيدا دا كاشينها هالكا سو وقب قال يو هشير اي كويا لانا يان ودن كاشينها دالالكا كوشير عربتا يا دا كاشينها كاس او لوغا هالي يو اريما اي كمي ديهين هرو مركا دنكا غنعسيقا يا سيدو كلمة الغشيقا wasiirka waxbarashada xukuumadda Soomaaliya ayaa dalka dib ugu soo laabtay kadib markii shir looga hadlay waxbarashada dalalka ku jira Carabta uu uga soo qayb galay magaalada Tunis ee dalka Tunisia. Biliska dalka Belgium ayaa xiray nin u dhashay dalka Faransiiska oo lagu tuhunsan yahay in uu la kulahaa dil magaalada Brussels ee dalkaasi Belgium loogu geystay saddex qof oo Yuhuuda. intaasi daawadii waxa ay ahaayeen qaar ka mid ah qodobada warka ugu dhorkoroona haatan ku soo dhawaada isagii oo dhan.